كيف بلاستيك. نحن اليوم ثاني من معرض المنتوجات الوطنية المنظم من طرف الحكومة الجزائرية بمدينة نواكشوط. هذا المعرض الذي يستقطب أكثر من 166 شركة جزائرية بين عمومية وخاصة في مختلف المجالات. هذا المعرض الذي له أهمية قصوى وكبرى باعتبار أنه أول معرض بهذا الحجم منظم من طرف الحكومة الجزائرية خارج حدودها. لذلك اليوم نحن في هذا المعرض لهذه المنتوجات التي نبتغي أن تنشأ شراكة حقيقية في إطار رابح بين المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. هذه الشراكة التي ستعود بالنفع على الجميع، يعني على البلدين، على الشعبين، على الاقتصاديين، على المتعاملين الاقتصاديين. كما شهد هذا المعرض يعني إبرام عدة اتفاقيات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والموريتانيين. إن شاء الله نأمل أن تعود بالخير على الشعبين، على المتعاملين الاقتصاديين، وأيضا على الدولتين. لا يخفى عليكم أن العلاقات الطيبة والأخوية والاستراتيجية الموجودة بين البلدين تحتم علينا من الجانبين أن نشتغل ونعمل على تطوير هذه العلاقات، خاصة بعد إن شاء الله سوف نستلم عندما ينتهي طريق تندوف زويرات، بعد فتح خط البحري بين الجزائر ونواكشوط، بعد إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيفتح فرع لبنوك جزائرية. إن شاء الله نشتغل الآن على فتح أكبر قاعدة تجارية للترويج وتسويق المنتوجات الجزائرية في نواكشوط إن شاء الله. وإننا من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون هذا تحت إشراف الوزراء في كلا البلدين نتعهد أن نخلق بيننا بصفتنا فاعلين اقتصاديين شروط الثقة لدعم الجهود التي تقوم بها حكوماتنا. إن افتتاح خط الشحن البحري جنجن نواكشوط داكار وكذا فتح فرع مصرفي جزائري في نواكشوط سيسمحان بوضع معالم متينة من أجل تعزيز الممر الاقتصادي بين البلدين وبفعالية أكبر لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.